بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهاردة في المزارع السمكية، وهنقول إن المزارع السمكية ترتكز على ركيزتين هامتين. أول حاجة طبعا المياه، أكيد وده لأن كانت بحرية أو مائية، والموقع. يبقى أنا عندي نقطتين أساسيتين وأنا بشتغل في المزارع السمكية: المياه والموقع. أولا المياه، تعتبر المياه من المقومات طبعا الأساسية في عملية الاستزراع السمكي، of course، أكيد، على أن تتوفر فيها الشروط التالية عشان تبقى مياه صالحة إنك تعمل فيها مشروع وتعمل فيها مزرعة سمكية، ولا متوفرة بشكل دائم ودون انقطاع ولا السمك يموت. خلية من الملوثات pollution وإلا تسبب موت للأسماك وضرر للإنسان وتسمم. خلية من مسببات الأمراض، الديدان المتطفلة أو غيرها. تالت حاجة أو رابع قلة التكاليف. مش معقول أعمل مزرعة سمكية يكلفها 1000 ريال وهي تجيب لي 500 أو 50، ما ينفعش. يبقى لازم قلة التكاليف. يبقى دول إيه الشروط الأساسية في المياه. تكون مصادرها إما مياه البحار أو الأنهار أو مياه الآبار أو مياه الصرف الصحي بس الإيه المعالجة، ولا هي المعالجة الديدان وتبقى غير صالحة لاستخدام الآدمي. صفات مياه الايه الاستزراع زي ما قلنا مختلفة، تنقسم الى ايه صفات طبيعية وصفات كيميائية. هنتكلم الاول على الصفات الكيميائية للمياه المزارع السمكية. اول حاجة مستوى الضوء والعكارة، مهم جدا عشان الاسماك تنمو بشكل طبيعي. لون الماء برضه عشان الاسماك تنمو بشكل طبيعي. درجة الحرارة، كل دي من ضمن الحاجات اللي هي الصفات الطبيعية للمياه. يبقى ضوء وعكارة، لون مياه، درجة حرارة. أول حاجة مستوى الضوء والعكارة. تعد العكارة مقياسا لمقدار المواد العالقة في الماء. طبعا المواد العالقة في الماء، يبقى الماء رائق أو شفاف يعني أو غير رائق، يبقى اسمها المواد العكرة، والتي قد تنتج عن أسباب مختلفة، فقد تسببها الأمطار والفيضانات بما تحمله من جزيئات. طبعا العناصر المعدنية تعمل إيه؟ تسبب إن المية تبقى في حالة غير شفافة، يبقى زادت عكارة المية. طيب، قد تنتج عن إفراز ونشاط الأسماك نفسها في مواسم التناسل، الحملات المئوية والبويضات والكلام ده برضه تسبب العكارة، حيث تطارد أسماك بعضها البعض، ونتيجة ذلك برضه للتنافس على الفرائس أو على التزاوج ممكن يؤدي لتقليب محتويات القاع وتعكير المياه. يبقى النشاط نفسه. الأمر ده ينعكس بدوره على إيه؟ وصول الضوء إلى الكائنات النباتية الدقيقة اللي يسمى الفيتوبلانكتون، ويؤدي إلى ذلك الإقلال من نسبة عنصر الإيه الأكسجين الناتج من عملية البناء الضوئي. ميوصلهاش ضوء، مش هتقوم بعملية الضوء، مش تقوم بعملية البناء الضوئي، وبالتالي يقل الأكسجين الناتج من عملية البناء الضوئي، وبالتالي يؤثر على إيه؟ معدل نمو الأسماك، وينتج عنه طبعا انتشار الأمراض الفطرية. برضو الضوء الساقط على سطح المية معروف، يقول لك لينفذ كله. طبعا لو عندك ضوء كده نازل على سطح المية مش كله هيعدي، جزء منه ينعكس طبعا، ويعتمد هذه الكمية على زاوية السقوط. طبعا إذا كانت السقطة زاوية درجة 100% يعني عمودية، ولا فدرجة السقوط بتساعد في عملية كمية قد إيه اللي تنعكس من المية. وطبيعة السطح، كما يتغير نوع الضوء وتقل كثافته كلما مر الماء، يعني طبيعة المية كلما يمر في المية هيحصل كمية الكثافة بتاعته بتقل أو تتغير على حسب إيه عوامل التشتت، وأبرزها الإيه المواد العالقة طبعا بالمية. طيب، يبقى العقارة يعني، وبالتالي درجة تركيز العقارة المطلوبة في الأحواض ذات التربة الطينية تكون في حدود 200 جزء في المليون. ده أقصى درجة عقارة ممكن تنجح معاك المزرعة بتاعتك. لون الماء، الدرجة الثانية من الصفات الطبيعية، لون الماء. يدل لون الماء على إيه؟ لون الكائنات الأكثر شيوعا في البركة أو عندك في المزرعة المائية بتاعتك. فاللون الأخضر يدل على إن فيه إيه هامات
او نباتات فيتوبلانكتون وانواع اخرى من الطحالب الموجوده. ويدل لون الماء اللي هو الماء الزرقاء على بعض انواع اخرى من الايه من الطحالب. يبقى اللون مهم جدا. ليه اللون مهم جدا؟ لان اللون مهم في احياء السمكه بالبيئه الطبيعيه. انت دلوقتي بتزرعها في بيئه وعملت لها مزرعه مزرعة بحيث إن أنت تحاكي البيئة اللي هي عايشة فيها، فلازم يبقى اللون ملائم ويدي السمكة شكل أو إحساس أو بشكل أو بآخر إن البيئة بيئة طبيعية. درجة الحرارة طبعا برضو من الصفات الطبيعية للمية. معدلات نمو السمكة في درجة الحرارة المثلى، يبقى في درجة حرارة مثلى وقصوى ودنيا. فدرجة الحرارة المثلى تصل فيها معدلات نموها إلى أقصى درجة، وبالتالي يبقى لازم تظبط درجة الحرارة بحيث تبقى درجة الحرارة لحد ما المثالية، بحيث إن يبدأ معدلات النمو تكون أعلى عشان يبقى مردودك برضه الاقتصادي من المزرعة بتاعتك عالي. درجة الحرارة بقى لو سواء كانت أقل أو أعلى فإنها لا تنمو بشكل طبيعي. فأنا عايزها تنمو بشكل طبيعي عشان يبقى فيه كم ونوع من المزرعة بتاعتك، وبالتالي يبقى لازم تحافظ على درجة حرارة المية. طلب الحرارة دورا مؤثرا في العمليات الحيوية طبعا التي تقوم بها الأسماك، من عملية التمثيل الغذائي وعملية التكاثر وبخاصة عملية التبويض ovulation. وبالتالي احنا عايزين عدد أكبر من الأسماك، فلازم أحافظ على درجة الحرارة اللي هي هتتحكم بشكل أو بآخر في عملية التبويض. تعيش الأسماك في مدى معين من درجة الحرارة، في رينج، يبقى في مدى معين، في رينج كده الأسماك تقدر تتحمله، وذلك بحسب نوعها طبعا، وايضا مراحل النمو اللي هي موجوده فيها، صغيره لسه ولا لسه بتنضج ولا بقت ناضجه. ففي رينج من درجات الحراره على حسب انواع السمكه تقدر الاسماك تتحمله يعني. فتنقسم الاسماك حسب تحملها لدرجه حراره الماء الى اسماك المياه البارده، يبقى دي تنمو فين؟ في درجه حراره منخفضه، تتراوح درجة الحرارة عند درجة 15 درجة مئوية أو أقل. أسماك المياه الدافئة، تتزاوج هذه الأسماك عند درجة حرارة أعلى من 16، من 15 أو أقل ده أسماك المياه الباردة، 16 فيما أعلى دي أسماك المياه الدافئة. تحتاج مثلا أسماك البلطي للعيش في مدى درجة حرارة يتراوح ما بين 22 ل 25، احنا قلنا أعلى من 16، يبقى دي أسماك دافئة. وتتوقف عند التغذية إمتى؟ عند انخفاض درجة الحرارة عن 16 اللي هو الإيه؟ المينيمم. وفي حالة درجة حرارة 10 بقى، لما تقل بقى عن، هي مش هتاكل، توقف عن التغذية عند درجة حرارة 16، أقل بقى في درجة حرارة 10 تصبح معرضة للموت. وصل درجة حرارة بقى 10 درجات. في حين تحتاج المفرخات مثلا، بعض المفرخات اللي هي الاسماك البلطي الهاتشرز، عشان السمك البلطي ده يفقس يعني البيض بتاعته يفقس، عاد درجة الحرارة ما بين كام؟ 28 و 30 درجة مئوية، درجة حرارة مهمة جدا تظبط بيها عملية الاوفيليشن والهاتشنج والفقس، وتظبط بيها النشاط بتاع الاسماك نفسه. ممكن محاولة التخفيف من التسلسل في درجة الحرارة دي عشان درجة الحرارة ما يحصلهاش، لو قلنا في رينج عشان ما يحصلش فيه تغيير حاد في درجة الحرارة، ما يحصلش فيه تذبذب في درجة الحرارة بزيادة منسوب الماء في الحوض، حتى يمكن الأسماك أن تتجه إلى القاع في حالة اختلاف درجة حرارة عند سطح الماء. يبقى لو كان سطح الماء فيه كمية قليلة، لا زود الماء شوية بحيث يبقى فيه درجات حرارة متفاوتة، فالسمكة تضبط درجة الحرارة اللي هي عايزاها، سواء كانت تقرب للسطح أو تبعد عن السطح على حسب درجة حرارة جسمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.